وخا شوية خطر قلت على الكاميرا فوالا بالحين ورا ولكم مني وباسم باسم المرشح عايش الجمال وجميع فريق الحملة كل الشكر والتقدير للمجهود الكبير بكم فيه الصحافة التونسية في هالظرف والمناخ السياسي الصعيب والصعيب جدا اللي معناتها نعيش فيه في تضييقات على الحريات الإعلامية معناها لم تشهده تونس من قبل. كل المساندة ونشد على يديكم ومرحبا بكم مرة كل الشكر كذلك للي قاموا بتزكية المرشح عايش الزمال من قيمة تراب الجمهورية لمينا أكثر من 15 تزكية ودوكم هما اللي باش يكونوا القادة الحقيقيين للحملة الانتخابية. كل الشكر لجميع أنصار الرئيس المرشح عايش الزمال وعلى مساندتهم وتضامنهم المطلق للمرشح. كل الشكر خاصة للسان الدفاع وهيئة الدفاع اللي معناتها اللي ليلا نهارا حضرت معاه وما زالت باش تحضر مع المرشح عايش الزمال في مراكز الشرطة والحرس والمحاكم. وهذا موش غريب على المحامات التونسية اللي كانت دائما وأبدا نصيرة لقضايا الرأي والحرية. كل الشكر كذلك وخاصة للمرشح عايش الزمال. كل الشكر للمرشح عايش الزمال السجين اليوم المرشح السجين اليوم على إصراره وتمسكه بحقه في مواصلة الحملة الانتخابية. تمسكه بحقه في أنه مش يكون مرشح جدي مع برنامج بديل مطروح مش يطرح على التوانسة. كل الشكر للمرشح عايش الزمال اللي معناتها مستميل على حق التوانسة بالاختيار. العايش الزمال ما هوش يدافع على ترشحه فقط وإنما هو يحب يساهم ويكون خيار وباش التوانسة يختاروا باش ما يكونوش أمام الأمر المقضي أو أمام الاختيارات الوحيدة اللي يظهر لي في 14 في 2011 معناتها الشعب التونسي قال لا ويحب على حرية التعبير ويحب على الحريات العامة والخاصة وخاصة الحريات المدنية والسياسية. كل الشكر للمرشح عايش الزمال اللي من المفروض اليوم هو ينطلق في حملته وكان مبرمج اليوم في أثناء العودة المدرسية أنه كان في البرنامج اليوم شزوره أحد المدارس في العاصمة أو في أحد القرى التونسية هذا حسب برنامج الحملة الانتخابية. بهالمناسبة وعلى لسان المرشح عايش الزمال نتوجه بالشكر للعائلة التونسية اللي مازالت متكبشة بالعلم واللي تقرت ولادها لأنه لا مناصة في البلاد هذه معناتها ولد الانتقال والرقي والازدهار إلا بالعلم. وشكر على يدي التوانسة والعائلات التونسية باش يكملوا في التجربة في المنهج هذا وكل التوفيق خاصة للتلامذة بطبيعة الحال والعائلات وخاصة للإطار التربوي والإداري اللي في وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي. والحقيقة انطلاق الحملة من المدرسة عمومية هو اختاره المرشح عايش الزمال لأنه العايش الزمال كما تعرفوا هو ابن المدرسة العمومية وجاء من قرية صغيرة اللي هي قرية المنصورة في الولاية السليانة. وحلم العايش الزمال
احلم انه كل شيء ممكن، البلاد هذه كل شيء ممكن فيها ممكن، وان البوتنسيال كبير والامكانيات كبيره. احلم كون التونسي اي تونسي واي تونسي في البلاد هذه هي عندها فرصه النجاح، العيش الزمان استثمر في بلاده نجح في بلاده ولا المدرسه التونسيه. وقت اللي استثمر ونجح ما حبش يخلي عنده الاستثمار ونجح وحده، حب يتقاسمه مع التوانسه. على مستوى الشخصي يظهر لي العيش الزمان اللي عمره 47 سنه حقق طموحاته، يظهر له عنده 10 سنين طموحاته الشخصيه، لانه يقول انا الطموح الشخصي هذا ما عنده حتى معنى، والثروه الشخصيه هذه ما حتى عندها معنى. وعلو في نفس الوقت اللي فما عائلات التوانسه ما تلها الفقر والمزيره. لو حب يمرر قصه النجاح، حب يمرر قصه النجاح للتوانسه عبر ترشحه وعبر ممارسه للسياسه منذ 2019، ثم امن بعد ذلك انه كل شيء ممكن، وقدم ترشحه للانتخابات الرئاسيه باش يتقاسم مع التوانسه على حلم هدايا. بطبيعه هذا الحلم اللي هو الازدهار الاقتصادي، والحقيقه المرشح لعيش الزمال هو رجل ارقام بامتياز، هو رجل ارقام بامتياز، معناتها وهذا برنامجه الميثاق اللي هو برنامجه هذا هو اسمه الميثاق، يوصلكم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وعن طريق الموقع الرسمي للحمله الانتخابيه، وهذا مش نعمل وليه اتباع اي معناتها اثناء الحمله الانتخابيه، وكله ارقام وكله حلول للتوانسه فعليه وبالارقام. ولكن المرشح لعيش الزمان ما يعتبر انه ما نجمو ننجحوا في البرنامج الاقتصادي الا ما يكون فما استقرار سياسي، والاستقرار السياسي هذا ما نجم يتوفر الا بمصالحه وطنيه شامله، مصالحه وطنيه شامله. لان المرشح عيش الزمان يعتبر ان التوانسه ضيعوا برشا وقت، 14 سنه ضيعوها في الانتقال الديمقراطي، الانتقال الديمقراطي على اهميته على ضرورته، على ان تركيز المؤسسات وعلى الدرب على الديمقراطيه عمليه غير سهله بالمره. ولكن حان الوقت انه مع الانتقال الديمقراطي ومع تركيز مؤسسات الدوله ان نلقاو حلول اقتصاديه واجتماعيه للتوانسه. مش معقول نعديو عدينا برشا وقت، وهذا راهو بين ظفرين، لانه المرشح عيش الزمان ما هو كي نقراو 14 سنه هي قراءه نقديه لا اكثر ولا اقل، لانه العمل السياسي ينتقد عبر الصناديق. العمل السياسي يا اما ندافعوا عليه ونعطيه اهميه، هو في الحقيقه الامر هو الدفاع على 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 برامج، وكي نعاقبوا العمل السياسي ولا اي تجربه سياسيه لا نعاقبها بالسجون، نعاقبوها بالصندوق، لان كلنا اخطانا، ربما في يوم من الايام كلنا اخطانا، تونسيات وتونسيين، سياسيين، رجال تعليم، كل من موقعه ربما في نهار من النهارات ما عرفوش نقيموا المرحله. وهك عليه شعار المرشح عيش الزمان هو قلب الصفحه، هو قلب الصفحه، لانه معناتها عينه من الملفات السياسيه والايديولوجيه اللي ما عندها حتى معنى. اليوم ولد عمره 15 سنه في 2011 الثوره، لقى روحه يعاني في صراع ما بين اليوسفيه والبرغوبيه في 2014 و2015، صراع عنده اكثر من 70 و80 سنه. معناها اليوم اللي كان باش يستمر الوضع هذايا، اليوم اللي عمره 20 سنه وحلم بالثروه وحلم بالحريه، مش يلقى روحه في 2030 و2040 راهين صراع سياسي ايديولوجي ما عنده حتى فايده على المعيشه اليوميه نتاع التونسي، ما عنده حتى فايده في غلاء الاسعار، ما عنده حتى فايده في الصحه، في التعليم، في النقل، في الثقافه، في الرياضه. الصراعات الايديولوجيه على اهميتها على المستوى النظري. ولكن يا اخي كفانا، معناتها الموضوع هذا يلزم يقف، والنزيف هذا يلزم يقف. وهذاك علاش المرشح عايش الزمان هو في البرنامج السياسي والدستوري فما مصالحه وطنيه مواطنيه شامله، والدستور الجديد باش تكتب بمشاركه جميع الاطراف والمنظمات وبطبيعه الحال الخبراء في القانون الدستوري. بالنسبه لمجلس النواب الشعب كذلك فما اجيال تنعلن عليها في الابان، اللي هو فما انتخابات تشريعيه جديده من بعد الاعلان على الدستور. والاهم من هذا الكل هو المؤسسات الدستوريه،
هي المحكمة الدستورية 4 سنين يقعدون فيها. هو المسجد الأعلى للقضاء، واليوم كذلك نحيي السادة القضاة في اليوم العودة القضائية، نحييهم رغم الهينات، لما فهم برشا قضاة شرفاء. كيف لازم من هيئة انتخابات جديدة وبفلسفة جديدة، لأنه قاعد صاير اليوم بين صراع بين المحكمة الإدارية وبين هيئة انتخابات. هذا صراع غير مقبول وغير معقول، والأول مرة دول يصير في تاريخ المؤسسات في العالم. كذلك لازم هيئة تعديلية للإعلام، مش معقول الإعلاميين اليوم معناتها نعاقبوا فيهم بالسجون بال54. الإعلامي يقوم بدوره، والانحرافات بتاع الإعلام إذا كانت وجدت فما كما في العالم الكل فما هيئات تعديلية، الهيئات التعديلية هذه وفما معناتها وهيش جديدة في موجودة في برشا في برشا في برشا دول في العالم. بالنسبة للحريات، شوف 2011 حتى قبل 2011 من سنوات مضت التوانسة والتونسيات حاربوا على حريتهم، في التنظم في التعبير، ومما لا سبيل إليه اليوم أنه يتجن ولا يتظلم أي مواطن تونسي ولا مواطنة تونسية على خلفية رأيها السياسي ولا حريتها في التنظم السياسي. وهك علاش البرنامج المرشح عايش الزمان هو إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين وجميع مساجين الرأي، وهذه الحقيقة ماهيش مزية لا من عند المرشح عايش الزمان، هذا حق التوانسة، هذا الناس نعبت عليه وتعبت عليه، هذه جابته ثورة في ثورة 14 شانتي وجابته ثورة 17 ديسمبر كذلك. بالنسبة لما يعانيه اليوم جل رجال الأعمال في تونس وما يعانيه اليوم رأس المال الوطني اللي في تونس اللي في السجن واللي خارج السجن، لابد أن يقف النزيف في هذا الموضوع، لأنه رأس المال مكانه ماهوش السجن، رأس المال مكانه بالحركة الاقتصادية وفي التشغيل، مكان رأس المال هو أن يدفع أداءات للدولة باش نجم نعمل سبيطارات ونعمل مكاتب ونعمل نقل ونعمل رياضة ونعمل ثقافة. اليوم معناتها الصلح الجزائري بالطريقة التي معناها وقع التناول بها معاه هي حاجة معناتها سريالية، لأنه أنا كنعمل صلح جزائري من المفروض أني نتفاوض معاه يكون في حالة حر في حالة حرية في حالة صراح، مش معقول نعمل نسميه صلح جزائري وفي الحال وأنه المتهم معني بالأمر داخل السجون، معناه في آخر المطاف ينجم يكون وما يؤدي كان ما ينجم يكون كان ابتزاز، والابتزاز هذا هو هزنا اليوم، هزنا لا رجال أعمال دفعوا فلوس والحصيلة سيئة أو سيئة جدا، لا نعرف أولا صحة قيمة الضرر اللي حصل للدولة، عمرها الدولة ما خطبتنا قلتلنا هاو قيمة الضرر اللي حصل، اثنين عمرنا ما أطلعونا على الدولة شنية طالبة شنو معناتها الطلب بتاع الدولة في خصوص المسجونين رجال الأعمال المتهمين بالفساد، وعمرنا ما نعرفوا رجل الأعمال الموقوف المتهم بالفساد شنو المقترح بتاعه، دونك كله معناتها يدار بطريقة رعونية. واليوم اللي وصلوا التوانسة هو نتيجة العمل الرعواني، هو نتيجة انعدام القدرة، انعدام الكفاءة في الإدارة التونسية، هو نتيجة عدم الوعي بمشاكل التوانسة الحقيقية. يعني اليوم معناتها قلب الصفحة راهو ما يعنيش تنظيف الكتاب كما يقول المرشح عايش الزمان، كل لحظة في تونس ضرورية وهي مراكمة. مرشح عايش الزمان ماهوش هوني باش ينفي لحظة من لحظات تاريخ تونس، لا يقولها عنده القدرة باش ينفي الفترة اليوسفية ولا البرغيبية ولا فترة الصالح ولا المستيري ولا الاتحاد الشغل ولا حبيب عاشور ولا زين العابدين بن علي ولا مزالي ولا غيره ولا قيد سعيد غدوة ولا حركة النهضة ولا نداء تونس ولا تحية تونس، كلهم هذوما مراحل ضرورية تكتب في تاريخ تونس. ربما المراكمة حبت وكون التوانسة لازمهم يتعداوا بالمراحل هذه، ما نجموش حتى حد هذه القدرة باش يفسخ
نقد مصطفى حقيقي، اما التفسيخ لا. بمعنى التفسيخ انا هديك الذاكره، هديك تصنع من شعب يكون عنده شعب عنده ذاكره وطنيه. هديك ايش معناتها الذاكره الوطنيه؟ سلبياتها، ايجاباتها، نجاحاتها، فشلها. ولكن يجب ان تدار الامور بعقلانيه، يجب ان تدار الامور بالسياسه، يجب ان تدار الامور باهل الاقتدار والعزيمه، لان الامور لا تدار بالسجون. معناتها اذا كان شوف المحصله نتاع 5 سنوات شنو هي؟ السجون. ومن بعد اعطيني الرقم، اعطيني التنميه، اعطيني مؤشرات، اعطيني التضخم، اعطيني الاسعار، اعطينا السجون يا سيدي. الله يبارك، ربما تتناقش الموضوع مع احنا، انا واحد من الناس ضده شخصيا، ولكن اعطونا الارقام، اعطونا الارقام. هل انه فخر اليوم نوصلوا نقولوا راهو احنا معناتها البيلون تاعنا فيه كذا وكذا سجين؟ معناتها هذا معقول؟ معناتها نرموا البيلون تاعنا قداش عملنا من المدرسه، قداش عملنا من الشباب، قداش خدمنا، قداش زدنا في الناتج القومي الخام، قداش زدنا في الصادرات، قداش عملنا من معمل جديد. مش معناتها البيلون تاعنا بكل فخر واعتزاز، لا، هم مواصلين في الفخر والاعتزاز هذايا، وحطانا الناس الكل في السجون وبالتهديد. احنا مانيش نهدف التوانسه، احنا جايين باش نطلبوا صفحه، احنا باش نكونوا مع بعضنا التوانسه يد يد. الحريات العامه والفضاء العام ملكنا المشترك لجميع التونسيين على اساس ميثاق وطني جديد، والحريات الفرديه والخاصه هي ملك لصاحبها، ما ثم حتى حد ينجم يدخل فيها. دونك على هذا الاساس نعلمكم اتباعا بالبرنامج الحمل الانتخابي نتاعنا، نتمناو يقع الافراج في اقرب وقت عن السجين عايش سماد، ونطلبوا من هيئه الانتخابات كما عملت في 2019 انها دخلت لاحد المرشحين باش معناتها نطلبوا صراحه، نطلبوا كذلك من احد المترشحين اللي في 2019 تضامن مع احد المرشحين ووقف الحمل الانتخابي نتاعو. احنا نحبوا فليتنافسوا المتنافسون، احنا نحبوا منافسه لازم. نحب نذكر برك انه المسار اللي قبل 2019، انتخابات 2019 باش التوانسه ما ينساوش. شوف رئيس الجمهوريه الحالي منتهي ولايته ترشح امام اكبر حزب في تونس وقتها وحركه النهضه ونداء تونس وتحيا تونس وعبد الكريم السبيدي ورئيس حكومه وائتلاف الكرامه، ورغم ذلك استفاد من الاعلام وقام بحمله الانتخابيه كيف ما حب هو، دون تعطيل دون تضييق. وكي طلع الانتخابات وقعوا سلموا له السلطه بطريقه سلميه. احنا رانا طرحين على التوانسه الحل السلمي، احنا المرشح عايش الزمان يحب يوصل للانتخابات بطريقه سلميه، ولا خيار للتوانسه اليوم الا الطريقه السلميه والانتخابات. وننبه التوانسه والتونسيات انه فما شكون للاسف ما حبناش نوصل 6 اكتوبر، وهذا عبث ما بعده عبث، وهذا عبث ما بعده عبث. احنا متمسكين بالصندوق، واحنا متمسكين بالصندوق، وما نحبوا نجنبوا تونس الفوضى، نحبوا نجنبوا تونس برشا ناس ربما يكون عندها خيار في اطار صراع سياسي سياسوي ما هو باش يفيد التوانسه حتى شيء. وربما كيما اللي تولد في 2011 قام مسكين مسكين يلقى روحه يعاني في اليوسفيه تاع 50، احنا نخافوا ولادنا ولادكم في 2050 باش يعانيوا صراع تاع 2024، وهذا غير معقول، هذا غير معقول بالمره. دونك معناتها نشكركم مره اخرى، هذه معناتها كلمه الافتتاح اللي على لسان المرشح عيش الزمان، ونشكر برشا باسم فريق الحمل على الحقيقه اللي اعطينا. الحقيقه هي مسؤوليه ونحن لها، لانه عيش الزمان يؤمن بفريق عمل، عيش الزمان يؤمن بفريق عمل، عيش الزمان يسمع الناس ويسمع الخبراء ويبدل رايه اللي كان لازم يبدل رايه، وهو رجل وفي لاصدقائه ووفي للتونسيات والتونسيين، وهو رجل مثال. توا باش نحيل الكلمه الاستاذ عبد الستار المسعودي رئيس هيئه الدفاع عن المترشح عايش الزمان. الاستاذه دليله مصدق، الاستاذه دليله مصدق بصفتها عضوة عن الحمله الانتخابيه للمرشح عايش الزمان، مع الشكر الجزيل.
شكرا للجميع على الحضور. انطلاق الحمله الانتخابيه بهذه اللجنه الثقافيه هي اكبر دليل على انه المرشح عايش الزمان لن ينسحب من هذه الانتخابات، بل سنخوضها بكل قوه وبكل جديه. وانا كبيرا جدا وفي الانتصار في هذه الصراع الانتخابي، لكن هناك بعض الملاحظات التي يجب أن يسمعها كم الشعب التونسي. نعرف جميعا أن هذه الحملة الانتخابية وهذه الانتخابات لن تمر في ظروف طبيعية مثل ما الفات في 2011-2019، وقد تم التضييق على عديد وعديد المرشحين من ممارسة حقهم الطبيعي وحقهم الدستوري وحقهم القانوني وحقهم الوطني في الترشح لرئاسة الجمهورية. نعلن إذن مساندتنا لكل هؤلاء، ورغم أن المرشح تاعنا هو نفسه لم ينجو من هذه الهرسل والتنكيل ويوجد اليوم وراء القربان، إلا أن نعلن على ونعبر عن مساندتنا لكل من تم حرمانه قبل المحكمة الإدارية أو بعد المحكمة الإدارية من ممارسة حقه في الترشح وخوض هذه المعركة الانتخابية. لهؤلاء نقول أنه الأمر الواقع الذي فرضته هيئة الانتخابات بتصغير حجم أو التقليل من عدد المترشحين، وكأنها قفزت بنا من الحملة الانتخابية من الحملة إلى الدور الثاني مباشرة. نجد اليوم أنفسنا أمام انتخابات فيها ثلاث مرشحين فقط، منهم العياش الدمام ثلاث فقط، لكن فيها ثنائية بصدد التشكل بشكل قوي، ثنائية بين مرشح جميع التونسيين غير راضين على ما وصلت إليه الأوضاع في تونس وهو السيد عياش الدمام، ومرشح السلطة الرئيس الحالي قيس سعيد. هذه الثنائية هي التي يمكنها أن تكسر الأمر الواقع الذي أرادوا فرضه علينا بإلغاء كل المترشحين، وبالتالي فالاصطفاء بجانب العيش الزمان أو وراء العيش الزمان أو أمام العيش الزمان هو كسر لهذا الأمر الواقع وإيصال رسالة واضحة من التونسيين إلى كل أركان الدولة، وأن الحق الاختيار هو حق مقدس وسنتمسك به ولو أنكم أضعفتموه وقذفتموه، إلا أنه نحن سنختار. الاختيار ليس كبير لكنه موجود، واختيار مشرف. اليوم للتونسيين حق الخيار، للتونسيين أن يختاروا من يعبر عن صوتهم، عن غضبهم، عن عدم رضاهم، من يريد التونسيين الذين يريدون الذهاب بتونس إلى حقبة أخرى فيها جميع التونسيين يمدوا يدهم لبعضهم، يبنيوا بلادهم في محبة، في سلام، في تآخي، مش مدخلوش في دوامة الانقسام، دوامة الخصام، دوامة التخويف. اليوم التونسيين عندهم مرشح ينجم يمثلهم وينجم يوصل صوتهم مع اختلاف مشاربهم والسياسية وإيديولوجياتهم ونظرتهم إلى السياسة. عايش الزمان قادر أن يحمل صوت جميع هؤلاء، وبالتالي الاصطفاء إلى جانبه ومساندته أصبح ليس سفاعة اليوكس، ما هوش رفاهية، وإنما هو أمر ضروري وأمر أكيد حتى نقلب الصفحة وحتى نتعداو إلى مرحلة أخرى، مرحلة البناء اللي ننتظر فيها منذ قيام الثورة إلى اليوم. ويسعدني أن يكون اليوم في حملة مرشح شاب عمره 47 سنة ناجح في حياته الخاصة وحياته العملية، مرشح له طموح، مرشح قوي الشخصية، مرشح يتحمل الانتهاكات، تحمل التنكيل، تحمل السجون، وهو مصر على مواصلة المشوار. لا يهاب التدريب الذي يسلط عليه،
وبالتالي نطلب من جميع التونسيين والتونسيات مهما كانت معتقداتهم السياسية مهما كانت انتماءاتهم السياسية الاصطفاف مع العياش الزمان باش نجمو نقلبو الصفحة ونكتبو كتابنا من جديد بطريقة سلسة سلمية في مجتمع هادئ لا يوجد به مشاحنات، لا يوجد به كراهية، لا يوجد به حقد، لا يوجد فيه حقد. على هذا الأساس احنا قلتم انه شنو عصلوا الحمد لله ان الأعضاء الحملة الانتخابية الجعيدة الزمان سيراسلون المشوار الذي بدأه هو باسمه ونيابة عنه ونيابة عن كل التونسيين والتونسيات الذين يريدون اليوم الذهاب نحو التغيير ونحو البناء. وشكرا. وأحيل الكلمة إلى الأستاذ عبد الله الصدي عن هيئة الدفاع عن العيش الزمان. شكرا جزيلا للزملاء السادة الحضور. أعتقد أنه بعد تقديم البرنامج والبرنامج كان في بدايته وهذه عرض على بدء كما يقال، فقد حبيت نشير إلى أنه شخص زمان عايش زمان الواقع نبت في حياة المانية العديد من الشخصيات اللي كانوا في صدر الحكم السياسة من وزراء من إلى غير ذلك. لم أجد الواقع وأنا مع هذا الشخص الذي اكتشفته شخصيا بأنه كان له من رباطة الجيش، وهذا الشخص الذي معنا تحمل ويقول يتحمل هذه المسؤولية بكاملها ما يهاب من حتى حد، وأنه في هذه الانتخابات دخل هذه الانتخابات وهو مؤمن بأن هذا المسار يجب أن يتغير وأن نخرج من هذه التجاذبات التي معناها وصلت البلاد إلى القاع 14 سنة كما سبق للزميلين بين ذلك. في خصوص السيد العياشي الزمان راهو بالنسبة لي هو يعتقد وهذا رأسه بأنه هذه الهرسة وهذا التعذيب النفسي والبدني ما هوش شفنيه عن مواصلة هذه الحملة، وسنقوم هذه الحملة بفضل على رجال أوفياء إلى هذا البلد ويعتقدون بأن تونس تستحق خير وأكثر من ما مما نحن فيه. وبالنسبة للقضايا التي فتحت في وجهه الآن أصبحت تقريبا تناهز 35 قضية وأكثر، وثوروا أنتم في أجيال موجودة إرهاق وتعسف على شخص أنه يكون يوم 18 في محكمة 19 في 4 محاكم في مراكز الشرطة. تقريبا كنا منذ 3 أيام مدعو إلى تقريبا 14 ملف لسماعه في 14 ملف، وتقرر أنه سنقاطع الأبحاث هذه البداية مدى لم يحترم الحقوق والإجراءات القانونية التي معناها هي موجودة في مجلة الإجراءات الجزائية. هذا الشخص يقع اختطافه من سجن ما يعرفش عرقه الناشي دون إعلام لا عائلته لا محامين لا غير ذلك، ثم معناها يتم إصدار بطاقة إيداع على ملف معناها النجم يقول هذا الملف اللي هو مش خاوي ما في حتى علاقة بالنسبة لي هو سببية أنه تدينه من قريب أو من بعيد. بالله حبيت نشير بركة فقط رأوا القضايا هذوما ما هوش من أجل تدريس، جاء ربي السادة المحامين السادة سمحني الصحفيين والعالميين هم يحبوا يردوا التدريس ليدنسوه. رأي هذه افتعال وثيق كما واحد يمشي باش يغيب من بنك ولا باش يغيب من مكتب يمشي يجيب شهادة من عند الطبيب ولا الطبيب اللي معطاهش هو هذه الشهادة، افتعال وثيق لا علاقة بالتدريس. وبالتالي تصحيحا لذلك أرجو من سيادتكم عندما تكتبون في الحوارات ما عندوش تدريس، هو ما يحب يردوا التدريس لكن بالنسبة لي هو راهو ما عندوش هذه، وهو يكون الحلقة الأضعف
علاش؟ لانه هو معناه في تصريحاته جميع الملفات لا يعرفوه لا شافوه لا خاطبهم لا وعدهم لا اعطى هدايا ولا اموال كما معناه يروجوا معناها ضده من طرف مجموعه معروفه بمعناها ولائها للشق الاخر. انا اعتبر انه قلنا ان في بدايه تقريب هذه الحمله المسعوله ضد العيشي دمان ان المرشح الثالث رئيس الدوله الان لم يكن ربما معلموش، لكن بعد الايام بعد تقريب القضايا تهاكلت اعتبرت بانه هذا الصمت هو عنوان الامر. هذا الصمت هو عنوان الامر. ما يمكنش من شخص معناه عنده سلطه، وهذا مونتسكيو قال معناه سابقا وهذا مانيش من معناه باش نضيف ولا باش نخلق العجله من جديد، قال معناه كل شخص عنده سلطه مجبول على التعسف في استعماله. طيب استعملت هذه السلطه وانه معناها نكلت معناها بالمرشح الاول ومعناها تم سجنه في المرحله الاولى في ثانيه في قادم الايام لسوادري، لانه عندنا 19 تقريبا يوم 19 من هذا الشهر في سليانة غرق فيه اربع قضايا فيهم بطاقة خداع. سنرى ماذا سيحصل معناها في ذلك اليوم. هذا اقول معناها بعجاله يذكرني بما قاله الحلاج هذايا سابقا، القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك ان تبتل ثيابك. شوف تلعيش زمان خذوا ثق في كلامي، خذوا معنى مني وعد سيكون هو المرشح وسيكون هو رئيس، معناه بالرغم من الضغوطات والهرسه الاوائل هذه المجموعه النيره القايمين بهذه الحمله مؤمنون أشد الإيمان بالعمل إلى فوز معناها وجعل معناها السيد الزمان في صدر الحكم. نحن كلسان معناها دفاع وكمجموعة متكاملة متضافرة في خصوص هذا، نحن مع السيد الزمان في جميع المحن المحنة التي معناها وقعت، وسنطالب بمعناها الإفراج عنه لدى المحاكم. ومش توا كما ردا على ليزي توا تقول يمكن للفريق سي زمان ان يقوم بهذه الحمله، لكن نذكرها انه في زمن ما في 2019 وقت كان المرشح الثاني في الدور الثاني سي نبيل القروي طالب ليزي باخراجه، ما قالتش هذا هي من قضاء كما الان. نحن نطالب كذلك بان تتدخل ليزي في هذا المضمار وتمكن السيد العياشي الزمان بأن يقوم معناها بتقديم الحملة، وإن كان هو بالنسبة إليه قلكم ما هيش مشكلة وما تقلقوش، حملتي ستقوم بها المجموعة التي معناها أعطاها كل أشيقة في خصوص معناها القيام بمعناها هذه الحملة. وأتمنى وأختم أتمنى أن يكون معناها يوم 6 من اكتوبر السيد العياشي زمان رئيسا للجمهورية، وسيطبق تفضل به زميلي معناها في خصوص اجبالي في خصوص البرنامج، والبرنامج ما زال معناها يقع معناها تقديمه معناها بتفصيل في الندوات اللاحقة وفي البرامج الإذاعية والتلفزية. وشكرا.